غيدير اخويا اخويا شي حاجه ديال اللي غتعادي شي واحد الله يعادي به، الله يدير لهم حق لهم، ما بقاش يديروا شي حاجه خايبه. والحمد لله وليدي احنا عايشين، انت تشوف. شنو رايك في الناس اللي كيديروا السحر والشعوذه في هذه القصه ديال العصر؟ والله يهديهم الله يرد بهم، وهذا الشيء اللي تيديروا راه حرام في هذا النهار هذا. واتقوا الله، راه كاين غير الموت، شوف ربي باش غضبان علينا. واتقوا الله، راه كاين غير القبر والموت، والله يهدي الجميع والله يرد بهم. هذا الشيء اللي تيديروا، كاينين العيالات اللي تيفرقوا المراه على رجلها، وكاين اللي ما تيخافوش الله، والهليله لقينا معاهم لا في الدنيا لا في الاخره. والله يهديهم الله يرد بهم الله ينبههم لطريق الخير، راه هذا الشيء غلط اللي غاديين فيه، وراه ما كاين غير الله وما كاين غير القبر. والله يهدي الجميع الله يهدي الجميع في هذا النهار كبير عند الله سبحانه الا هو. هذا الشيء ما نطلب لهم، الله يهديهم الله يهديهم على هاد الشياطين. هاد الشياطين راه غير الهلاك، راه غير الهلاك. العيالات خافوا الله، خافوا الله واتقوا الله، اتقوا الله. الله يهديهم الله يهديهم والله يرد بهم. هاد الشيء راه غير الشياطين، راه كاينه غير الموت. هاد الشيء راه انتم غاديين فيه في الغلط. اتقوا الله واتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله اللي تيهضروا في هاد الشيء، اللي تيتخالطوا في هاد الشيء الشياطين. الله يرد بكم الله يهديكم، راه كاين غير الموت. نعلو الشيطان نعلو الشيطان، راه كاين غير القبر. والشعوذة كنقولوا الله يهدي ما خلق، الله ياخذ فيهم الحق. سمعتي؟ الله يهدي ما خلق اخي العزيز، كل واحد بصير على نفسه. اللي دار شي حاجة كت غير يتلزمها في ظهره هو، ما غدير حتى شي انسان واحد اخر. والشعوذة كنقولوا لهم اللي دار شي حاجة الله يهديهم الله يهديهم. الانسان كيكون غادي واحد الرجل مع مراته مزيان، كيكون الانسان الاخر تيديروا لي واحد المشاكل، كيولي مخلي جوج وليدات او اربعه او ثلاثه بلا خطر بلا موجب شرع. كنقولوا الله يهديهم في هذا في هذا عيشوره، الله يهدي ما خلق. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.